لا هي قالت لك ايه اول حاجه حقيقه اقول لك مش مين كانت خلق اصلا بالحقيقه غير اسمي. اتفضل. في الحقيقه يا جماعه انا اول ما جيت من الحاجه الجلاوه في الحط لقيت المرحومه بالقطه الارجو كنت بتلاوي حضرتك بتقول ايه؟ المرحومه انا من جيت من الخان انا بالنسبه لها انا مش من خالص خالص بتعدي انا من اول جيت من الاوضه اول هي ضربت كده يا بيه طلع لسانك واخبطه كده جايز في حاجه؟ ايه؟ طلع لسانك واخبطه مش فاهمين انا المحامي بتاع المرحومه اول ما تجيب انا اول جيت